مستمعينا سيكون معنا في هذه الحلقة للنقاش هذا الموضوع ناشط من داخل مدينة حلب ومنهم حارث عبد الحق يشاركنا في هذه النقطة. وأيضا سيكون معنا في الاستوديو القاضي حسين حمد يشاركنا في هذا الموضوع لنتكلم من عدة نواحي، من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية ومن الناحية العامة بشكل عام عن هذا الموضوع. ابقوا معنا. هل تمت سرقات بشكل واضح من قبل جماعات مرتبطة بغير النظام في مناطق سيطرة المعارضة السورية على مدار 3-4 سنوات الماضية أم لم تتم بشكل واضح؟ أستاذ عبد، يعني الأمر له أهمية كبرى وكبرى جدا، هذا تاريخ منطق، وبالتالي يجب علينا أن ندرك الحقائق التالية. أولا، سوريا هي مهد الحضارات الإنسانية جمعاء. سوريا هي يعني أوابيدها الأثرية تحكي عنها، سوريا هي خط تواصل دولي ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. حلب هي طريق الحرير. نعم. هذه الآثار بقيمتها المعنوية والتاريخية والآثارية لها قيمة أكثر من قيمة مادية. هي تحكي عن تاريخ، تحكي. أنا أريد أن أوصل فكرة، هذه الآثار لنكون صريحين ليست ملكنا نحن، هي ملك الإنسانية، وبالتالي الحفاظ عليها مسؤولية إنسانية، مسؤولية عالم. عندما تتعرض هذه الآثار إلى عملية سرقة ممنهجة كما بينت لكم في مقدمة حديثي، من قبل النظام أو من قبل العصابة الحاكمة من خلال لجنة حضرت من زعامين أو ثلاثة، عامين ونصر، واستلمت بموجب محاضر نظامية من مدير المتحف ومن أمين المتحف ومن الموظفين هذه القطع الأسرية دون أن تستطع أن تتبح جماحها. هذه القطع ليست لها قيمة مادية فحسب، تم سرقتها. هذه الآثار ملك للعالم. طيب هذا فيما يخص يعني يا سيدي ما حصل في موضوع السرقات الأخيرة التي قام بها النظام، هي جاءت لتغطية على سرقة أكبر، على سرقة مرعبة أكثر. هناك خطة لنقل هذه القطع الأثرية الغالية جدا والمعلومات التي تشير على أنه تم نقلها إلى القصر الجمهوري العائد بشار الأسد في عمان، وهي موجودة الآن. سلطنة عمان. هذه معلومات أقولها على الهواء مباشرة. هذه القطع الهامة والهامة جدا، فأتمنى أن يدركوا قيمتها الحقيقية سواء التاريخية أو الأثرية أو حتى المادية. هل تستطيع الحكومات الحد من حد مافيا الآثار من قيامها بعملها من سرقة الآثار المتواجدة إن كان في سوريا والعراق؟ هناك معلومات تشير إلى أن تنظيم داعش قام بنقل آثار سوريا، هذا عدا عن النظام السوري، وإرسالها للمافيا. هل تستطيع الحكومات واليونسكو الحد هذه المافيا من عملها حتى نكون واقعيين؟ لنكون واقعيين أيضا يجب أن نفصل ونفصل ما بين ما تجري، ما تقوم به العصابة الحاكمة من سرقة ونهب وتخريب للآثار بقصد الحفاظ عليها بدافع مادي. أما المسألة عندما تتعلق بداعش فالمسألة مختلفة. نقرأ إلى متاحف دولية أخرى. يا سيدي، داعش تحمل مشروع سياسي، مشروع دولي، بمعنى أوضح تريد طمس معالم التاريخ، تريد والنظام يريد طمس لا شك عملية تبادلية، والضحية الوحيدة هو الوطن والشعب بكل مكوناته. داعش تريد تغيير معالم المنطقة.